عمر يا كبير، واحنا نتربكوا البيت على فيها. خلاص عبد الحكيم مش هنا، مش كده؟ في مصر. انا عارف انه بيحب يتدلى كل شويه على هناك عشان يروق راسه ومزاجه، مش كده؟ عيب اللي بتعمله ده يا عمده، مش بيت عبد الحكيم اللي تحوط بغفرك. اهلا 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 بالكبير، كبير العيله. عملت فيها ذكر وجيت البيت هناك، عملت شويتين بتوعك اللي على مزاجك عملته. دلوقتي انت بيدك هتدخل تجيب زينب وتقول لي مرتك اهي يا عمده. خد غفرك وانقلع من هنا. لا ولا غفير هيتقطع من هنا، وما فيش حد هيخرج من البيت ده الا بعد ما زينب تكون معايا. واقول لك مع السلامه مروان. العمدة جايب غفر وجاي ياخدك، والدنيا خربانة تحت. الدنيا كلها مقلوبة عشان سبت الحسن والجمال. أنا معرفش بصراحة إن مروان ده يعني جدع قوي كده. تفتكري يا عمتي يعني هيخلي العمدة يطلع؟ يطلع؟ يطلع فين؟ ده إذا طلع هيطلع ميت. مروان ده راجل كيف أبوه؟ كله اللي حرمة البيت. أنت اتجننت يا عمدة ولا إيه؟ لو كنت فاكر انك تقدر تلمس شعرية من زينب يبقى بموتك يا عثمان. يلا غوري من هنا غور. ماشي. قدامك ساعة واحدة يا مروان، والزينب تبقى في يدي، ولو ما حصلش انا هدخل بنفسي اجيبها بيدي. لو نخيت النهاردة ما هتقدرش ترفع عينك فيه. هو لازم أن يعرف أن بيت عبد الحكيم ما يتهنش أبداً. هتسيبه ياخدها مروان؟ هتسيبها له؟ مش أنت اللي عطيتيها ليه؟ ما أنا أصلي يعني. أصلك إيه؟ أصلك إيه؟ أوعى تقولي أنك ما كنتيش عارفة أنه ما ينفع لها شيء. أوعى تقولي أنك كنت بتفكري أنه هيصونها وحطها في حباب عينيه. ما هي كريمة كده. وأنت كمان يا أمه، انتي مش ده حقك؟ مش انت اللي عايزه كريمة وبناتها يتزلوا ويتهانوا قدام عينيكي وما يقدروش يرفعوا راسهم تاني؟ عقولكم، شفتوا عقولكم ودتنا لفين؟ غلكم ده ودانا لفين؟ عشان تعرفوا لو حد فينا مات هتبقوا انتوا السبب. يا مري هتعمل ايه يا مروان؟ مروان ايه يا مروان؟ مروان استنى استنى يا مروان، اعجل يا ولدي يا حبيبي استنى. بلاش يا مروان. شكلكوا نسيتوا مين مروان ولد عبد الحكيم، ونسيتوا كمان مين الكبير واللي خلق الخلق خطوة تانية وهكون ميتم عيالكم وفاعر قبركم بيدي. غوروا غوروا، بلاش ادرمغها فوق راسكم. يلا شوية تريبة. انتي على بيتك ساعة جوا. خايف عليكي؟ حتى لو مش خايف عليكي مش هيسيبك عشان انتي بتدعم، مش هيسيبك حتى لو كنتي غلطانة، علشان ما ينفعش حد من بيت عبد الحكيم وخصوصا لو كانت واحدة ست حد يتحكم فيها او يذلها. انا بصراحة ما بقتش فاهمة حاجة، انتوا بتحبونا ولا بتكرهونا؟ يعني ممكن واحد منهم يضحي بروحه علشان واحدة مننا؟ ان هو ممكن يديني روحه بس مش عايز يديني حقي وفلوسي ليه؟ طيب راجل يا ولدي راجل. ها يا اكتلمي بناتك يا كريم. خلاص كفاية، مش عايز اسمع ولا كلمة في البيت دي. لا 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 اوهي.
خبر ايه؟ راحة فين؟ زينب اطلع حبيبتي لمي حاجتك، هاخدك وننزل مصر دلوقتي على طول. يلا يا بنتي. أنا ما كنتش خايفة، ما قلقتش ولا فكرت اللحظة واحدة إن رجله ممكن تخطي عتبة البيت. حتى لما سمعت ضرب النار ما تهزتش، مع إني ما بحبش الصوت العالي. أنا بخاف من ضرب النار حتى لو كان في فرح. عايزة إيه دلوقتي؟ عايزة أقول لك إن أنا عمري ما حسيت بالأمان زي ما حسيت بيه النهاردة. تخيل انت ابقى حاسه بالامان وانا حواليا ضرب نار وغفر وناس ممكن تموت بسببي. تخيل ابقى حاسه بالامان في وسط كل ده وكل اللي حصل يخليني احس بعكس كده. انت عارف انا حسيت بكده ليه؟ ليه؟ قول لي انت، انا بسالك. مش عارف، مش عايز اعرف كمان. كان ممكن غفر العمدة يضربوك بالنار. زينب هملين الروحي. انت عارف ان غفر العمدة كان وقتها ممكن يقتلوك ويقولوا ان انت حاولت التعدى عليه، ولا هو ولا غفر هياخدوا فيها ساعة حبس. زينب اطلعي لفوق. أنا عايزة أعرف أنت ليه عملت كده؟ ليه نسيت نفسك ونسيت حياتك وكل حاجة؟ وكل اللي بقيت بتفكر فيه هو إنك تحميني وبس. عشان أنت بنت عمي. لحمي ودمي. أنا ما كنتش قادر أفكر. أنت مش زي أي واحدة فيهم، حتى أمك. عارفة يا زينب، والمصحف لو خط خطوة جوه البيت هيكون بموتي.